عندنا من قوم الشيخ مساعد اللي طلع من البلد عشان ما يحضر. عندنا يا وزير الداخلية يا مدير الأمن اللي قاعد برا من قوم الشيخ مساعد اللي طلع من الدير عشان ما يفتي بالحرام. عندنا من قوم من جامع اللي حفظ هالبلد مع بشوفه. احنا من قوم الجنسية تقوم توقف لنا، ما احنا نمتن فيها بازدواجية، احنا شوكين على الناس. احنا يا اخ وزير الداخلية ولو عشنا فترة تحت يعني اهل الغوضاء والدهماء لزمن، صدقني ثق بالله راح يجي يوم وينجلي هالليل هذا، مو شرط احمد خليفة، راح يجي شرفاء اخرين وراح ينجلي الليل. تدري ليش؟ لانك لا تصدق دير بالك تصدق ان عيال عطى تبع. دير بالك تصدق لا حد يمس عليك ويقول لك ان عيال عطى خضع او ركع الا لله عز وجل. معي عشان ذكره، لان انا بقول حق هذا اللي برا بيت القصيد الرابع مع الاستئذان من محمد بريد. يقول: ولا من احفاد رجال مشاكين، ولا من احفاد رجال مشاكين، بني عطى اهل الصفات الكريمه اللي حضرنا واللي تسمدنا والمرجله صدقني، خلي العلاقة حميمة، أنصحك.